عليكم السلام. المشكل ديال القنطره هذه، القنطره البلاد كلها الله يرحمها، والله العظيم بالله البلاد كلها الله يرحمها. الدجاج راه داير اليوم 30 درهم، الدجاج داير اليوم 30 درهم، اللحم وصل 80 درهم، البطاطا وصلت 10 درهم. ليسانس هذاك هذاك ما نهضروش عليه، لا مازوت ما نهضروش عليه. قالوكم حتى في الساعه زادوها، وتا الساعه زادوها. غدا يوليو العيالات تا هما يقلعوهم لينا ويديهم، يقول لك تا العشيه ونجيبوهم ليكم، ماشي عدوا. والله العظيم بالله البلاد. شنو هو الحل في نظرك؟ شنو هو الحل؟ الحل الوحيد هو سيدنا ينوض يهضر. يعني ربما بغيتي تقول خطاب ملكي ربما، ولا خطاب ملكي؟ اما باش غادي يطلق علينا دوك الاخرين يخليهم يطحنوا فينا، كل كيدير بالمشاريع ديالو، اما بالنسبه لنا حنا راه الدراويش راه مشينا في حالاتنا. شكرا شكرا، رساله.